كان من حضراتكم مشاهدينا ومجدد التحية للأستاذ الدكتور إيهاب سالم أستاذ الغدد الصماء والسكر بكلية الطب جامعة الزقازيق. مرحب بك، مرحبا بك مرة أخرى يا دكتور. ألف سلام. أهلا بك يا دكتور. كنا بنتكلم عن انخفاض السكر أثناء النوم، وده ممكن يكون سبب في مشاكل كبيرة، لأن زي ما حضرتك قلت إنه الخلايا المخ كنا تحديدا دايما تركزنا على المخ في نقص السكر، في كنا نقص اخر كلام السكر نقوله لتأثير بتكون المخ. دلوقتي اتوجد انه مع نقص السكر لو استمر فترة طويلة انه بيحصل احيانا بعض الهرمونات، زي ما احنا هنوضح دلوقتي ازاي يحصل نقص السكر. يعني لما بيحصل نقص سكر اجهزة الحماية الفسيولوجية اللي موجودة في الجسم تتصرف ازاي، بتطلع هرمونات الجلوكاجون من البنكرياس والادرينالين من الغدد الكظرية. بعض هذه الهرمونات بيعمل لخبطة في ضربات القلب، وجدوا انه بيعمل لخبطه وعدم انتظام في ضربات القلب، وهي دي اللي بتسبب الفعل. لكن الكلام ده عشان الناس بس برضه ما تتخضش، ما يبقاش رد فعلها يعني سلبي. الكلام ده اتوجد في دراسه كنا احنا من حوالي 3 4 سنين كده، ظهرت ايره في الطب كده انه كل ما توطي كل ما يبقى احسن، سواء السكر او أو الضغط الضغط. او الدهون. فاتعمل دراسه شهيره في الطب اسمها الاكورد، ويمكن دي اللي غيرت المفاهيم شويه. قالوا احنا هنوصل مريض السكر، مش يمكن احنا لسه كنا بنقول عايزين مريض السكر يوصل لهيموجلوبين سكري 7، دول قالوا لا احنا هنوصله تحت الستة. احنا عايزين نوصل بالمريض ده ان احنا نقلله ارقام السكر خالص تحت، تبقى قريبه من البني ادم الطبيعي، وعايزين نوصل له ارقام، وهندي علاج مكثف لهذا الموضوع، وعايزين نظبط مريض الضغط برضو، مريض السكر اللي عنده ضغط نظبطه قوي بدوايين وثلاثه، وكذلك نظبط مرضى الدهون في الدم. فعايزين نوصله الارقام كل ما ننزل كل ما يبقى احسن. لكن الدراسه فوجئت وعملت مجموعتين، مجموعه عملت فيها العلاج المكثف ده، ومجموعة عملت العلاج التقليدي اللي بنوصل لغاية 7 والكلام ده. ففوجئوا ان في زيادة حوالي 20% في الوفيات، الناس اللي حاولنا ننزل فيهم نزول عنيف. يعملوا زي الستاندر كده يعني مقياس. وجدوا ان الناس اللي نزلناهم قوي عشان اوصله لارقام قريب من الطبيعي، بني ادم الطبيعي ما عندوش سكر خالص، وجدوا ان نسبة الوفيات زادت. فهي دي اللي دوروا فيها، الناس اللي ماتت ماتت امتى وماتت ليه. كان من ضمن اسباب هذه الوفيات ان هو انه حصل نقص سكر، وحصل نقص سكر ليلي. مش الكلام ده عشان بس الناس ما تتخضش، مش في العلاج التقليدي اللي احنا ده بنديه في البيوت. بتكثيف لا، ده للجرعات. كان دراسة وكان علاج مكثف، وهي الدراسة دي اللي اوحت لنا بعد كده ان احنا لا، خدوا بالكم ان احنا عايزين نظبط السكر وعايزين نوصل للارقام دي، وخلينا الارقام دي بدل ما وصلت 6 و6 ونص خليها 7 بس. واحنا بنوصل للارقام دي نتجنب، ده من نقص ضمن السكر. التوصيات الارشاديه، وانا اخد بالي، وانا لانه في الاخر الطب هو كواليتي، يعني نمط حياه. انا عايز مريض يبقى ارقامه مظبوطه وهو مستريح قادر يعيش، يتعايش مع وعايش المرض. حياته كويسه. طيب هناخد اتفضل. اتصال تليفوني معانا. مدام منال من الإسماعيلية، صباح الخير. مدام منال، الو، صباح الخير. صباح النور، أهلا بيكي. بعد إذن حضرتك كنت عايزة أستشير الدكتور في حاجة خاصة بالموضوع بتاع الغدد. طب معلش تعلي صوتك بقول شوية. لحضرتك عايزة أستشير الدكتور في حاجة في موضوع اللي هو الغدد الصماء. اتفضل. طيب بعد إذن حضرتك بيحصل لي زي ورم ورا ودني كده اهوت، وبيقعد ورم فين؟ بس علي صوت حضرتك ورا بس. ورا الودن. ورا ودنك؟ وبعدين يختفي تماما، بيوجعني وبعدين يختفي تماما، طيب حاضر. يعني يختفي بعديها مثلا بكام يوم كده، باخد علاج مضاد حيوي ويختفي. الموضوع بيتكرر مثلا كل مثلا 4 5 شهور مره او كده، والورم اللي ورا ودني ده بيوجعني، يعني احس ان انا مش قادره حتى احرك رقبتي منه. فانا عايزه اسال حضرتك ده ليه دعوه بالغدد ده ايه؟ يعني بيختفي بعديها بشويه. حاضر، هيجاوب على حضرتك. حضرتك في مدام اي منال. استفسار طيب؟ لا في حاجه تانية يا فندم؟ مدام منال؟ لا، واضح ان الخط اتقطع. لا، ملوش علاقة بالغدد دي، غدد ليمفاوية. أنا بتكلم الغدد الصماء، يعني غدد بتفرز هرمونات. لكن اللي ورا الودن دي غدد ليمفاوية، في التهاب في منطقة الودن أو منطقة الرأس عموما، وبتاخد مضاد حيوي وبتختفي. لو اتكررت تبقى تعمل صورة دم، نشوف في أي حاجة في أمراض الدم ولا لا. لكن غالبا من المنظر اللي بتحكيه ده إن شاء الله دي حاجة غدد ليمفاوية، التهاب بسيط ومتكرر ملوش علاقة بالغدد الصماء يعني. طيب يا دكتور، احنا بنتكلم عن النقص السكر، وحضرتك يعني قلت ان في حاجات الاسباب، عايزين نتكلم عن الاسباب الظاهرية وبتتقسم لايه. الاسباب الظاهريه بقى عند الناس اللي قاعدين، ايه اللي يخلي مريض السكر اللي بيسمعنا يعرف ايه اللي ممكن يخليه يحصل له نقص سكر؟ اول حاجه في حاجات تخص المريض شخصيا، ان هو ممكن، وفي حاجات للطبيب اللي بيدي المريض جرعه الدواء. اول حاجه الدواء الدواء طبعا اللي بياخده دايما زي ما احنا قلنا، الدواء مريض السكر بالذات من النوع الثاني، من النوع الاول انسولين، وحتى الانسولين دلوقتي بقى فيه تفصيلات، لكن مريض السكر من النوع الثاني ده دواء تفصيل، كل واحد
كل مريض بيتفصل له دواء على حدة، لأنه سبب مرض السكر من النوع التاني مش واحد. يمكن حضرتك تفضلت قلت البنكرياس انه بيطلع كميه انسولين قليله او ما بيطلعهاش في الوقت المناسب، لكن في حاجات تانيه دلوقتي بدات تخش في الموضوع، واهمها السمنه ومقاومه الجسم للانسولين، خصوصا السمنه اللي في منطقه البطن. بدا يدخل دور الكبد في الموضوع انه بينزل جلوكوز، بدات تدخل هرمونات تانيه زي الجلوكاجون، اللي بدات تدخل عوامل كتيره جدا في السكر غير غير بس البنكرياس. فكرة فكره البنكرياس البنكرياس والانسولين. الموضوع بقى اشمل من كده بكتير دلوقتي. بقى عندنا أدوية للسكر، في حاجات فيها نزلت مصر وفي حاجات لسه ما نزلتش، تشتغل على البنكرياس وده اللي موجود قبل كده، تشتغل على الكبد موجود قبل كده، تشتغل على الدهون، في أدوية تشتغل دلوقتي تشتغل على الكلى تنزل تزود إفراز السكر، في أدوية تشتغل على المخ تحسن ندة الدوبامين، وفي أدوية تحسن تقلل الإحساس بالشهية للأكل، في أدوية تشتغل على المعدة تقلل التفريغ للمعدة، في أدوية تشتغل على الجهاز الهضمي تقلل الامتصاص. فبقت منظومة السكر أدوية كتيرة جدا، عشان كده ادانا فرصة إن إحنا نفصل كل دواء على حسب كل مريض. المريض ده مشكلته الاكتر ايه؟ هل هو مشكلته البنكرياس؟ يبقى ده عايز دواء يحفز البنكرياس على افراز الانسولين. في مريض تاني مشكلته مش البنكرياس، مشكلته ان عنده دهون كتيره، فمشكلته ان عنده انسولين كتير بس الانسولين ده مش عارف يشتغل، فده لا انا بختار له دواء يشتغل على الخلايا الدهنيه، دواء يشتغل على الكبد يحسن مفعول الانسولين، وهكذا يعني. يعني ده كل لازم. حاجه. طيب هناخد اتصال تليفوني وبعدين نكمل مع حضرتك. معانا استاذ محمد من القاهره. السلام عليكم. عليكم السلام. انا بشكركم جدا، يعني الحلقه دي انا مبسوط انها في، انا ما بتفرجش طبعا على تلفزيون القناه انا من القاهره، بس يعني بقلب القنوات لقيت برنامج مهم جدا واسئله حضرتك مهمه جدا. اتفضل يا فندم. ممكن اكلم الدكتور؟ طبعا. يا دكتور صباح الخير. اهلا وسهلا. سعداء ان حضرتك تتابعنا. اتفضل. من فضل حضرتك يا دكتور، حضرتك تتكلم على جلسه السي جي ام، وهي يعني انا ابني عنده 4 سنين دلوقتي، وهو املي الوحيد يعني باذن الله تعالى اذا كان في المستقبل طرق للتعايش مع السكر، ان اجهزه السي جي ام مستحيله انها تبقى افوردبل في مصر، لان السنسور ده بيتغير كل اسبوع، وتمن الاربعه سنسور في جهاز معين مش هقول اسمه حوالي $360 من الخارج. انما في ناس بتروج لاجهزه للقياس الانخفاض الليلي عن طريق التعرق وقياس درجه حراره الجلد، وانا عايز اسال حضرتك عليها. هل دي طبعا هو بيروجوا ليها على اساس انها مش FDA approved ولا حاجه، دي مجرد اجهزه كهربائيه زي جهاز قياس نبضات القلب او حرق السعرات وحاجه زي كده. هل الاجهزه دي يمكن الاعتماد عليها او معروفه في مصر؟ انت حضرتك ابن حضرتك عنده سكر؟ ايوه بالظبط. وهو عنده 2 سنين ونص. ربنا يشفيه فيه. ربنا ياخد يحصل انسولين العلاج ونكتشف حاجه، العلم يتقدم ويكتشف حاجه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله بياخد هو الانسولين طويل مفعول مره وقصير مفعول 3 مرات. لا لا طبعا، هو اللانتوس الطويل مفعول لسه عند سن 60، احنا بناخد نوعين، نوع تاني من الانسولين بناخده مرتين مخلط يعني. ماشي. وللاسف الشديد طبعا لا استطيع التحكم في يعني طريقه حياته. السكر بيعلى وبينزل يعني. السكر يعني بيبقى مظبوط محاول كتير، بس انا يعني ما بقصوش عليه، ما بعملش سيفير يعني علاج، انما عشان ما اثرش على حالته النفسيه. يعني حضرتك اخر هيموجلوبين سكري عملته له كان كام؟ 7.1 حاجه. طيب كويس جدا. ده جميل جدا، كويس جدا يعني. يعني الامور معظم انا النهارده الصبح حضرتك انا قايم ان هم 470. ماشي، لكن ما احنا بناخد الهيموجلوبين السكري فكل. طيب انت سؤال حضرتك بخصوص السي جي ام او اجهزه، عشان بس المريض الناس يبقوا معانا، اللي هي القياس المستمر للسكر في الدم، انت حضرتك بتسال عليها عشان التكلفه وانها يعني لسه لا صعب. انا عايز اعرف البديل اللي استطيع اللي في مصر نقدر نحتمله، لان الحاجات دي محتاجه مستوى اجتماعي ومستوى مادي عالي قوي. ايوه انا معاك في كده طبعا. احنا هل في مصر؟ ماشي، انا هجاوب حضرتك. حاضر، هجاوب حضرتك. شكرا يا دكتور. شفاها الله في ربنا. الف سلام عليك يا ربنا. يعني طبعا هي دي تكنولوجيا عاليه، وتكنولوجيا لسه طالعه جديد فبتكلفتها. والحقيقه ان الكلام ده حضرتك مش في مصر بس، يعني احنا كنا لسه في مؤتمر في برشلونه، وكان في ورك شوب متنظمنا من الاتحاد العالمي للسكر، وده في امريكا. وكان الخواجه اللي فيه مشهور جدا من الرئيس اللي اسمه روجر ميز، وكان بيشتكي ان هو السي جي ام ده او اجهزه قياس السكر في الدم ما تمش الاعتراف بيها جوه امريكا، وعشان ينزلوها في المستشفيات لمرضى العنايه.
كان متضايق جدا، بيقول ان امريكا يعني دخلت مرحله عدم، في حاجه اسمها ايفيدنس بيز ميديسين، الطب المبني على دليل، ده في الطب يعني. هو قال احنا في امريكا دلوقتي في النون ايفيدنس بيز ميديسين، ازاي ان التكنولوجيا زي دي. فانا بقول لحضرتك برضه عشان ما نظلمش نفسنا، هو الموضوع مش مصر بس، هو مكلف على مستوى العالم كله، لكن هو مع الوقت اما تدخل فيه كومبيتيشن وشركات تانية شركات. تنزل وبتاع، هيبدأ الموضوع يقل بس هو شوية. بيتكلم بالتحديد عن جهاز تاني بيقيس لا الأجهزة أعراض التانية لا أخرى، لا 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 لا، دي حاجات كلها العرق، درجة دي الحرارة قياس أعراض دي. غير مناسبة. أنا بتكلم عن الحاجات المعترف بيها طبيا، تمام. غير الحاجات التسويق التجاري، ده موضوع تاني. لكن أنا بتكلم عن الحاجات المعترف بيها طبيا، إن الحاجات دي بتتطور. وحتى في جزئية نقص السكر، طالما هو دخل معانا في حاجة يعني نقص دقيقة، السكر إن هما بدأوا يحطوا فيها ألارم، يعني إنذار كده، إن أول ما السكر منبه ينزل، يعني، جرس. جرس أول ما السكر ينزل، أولا في يعني جهاز سي جي إم لوحده كده، أنا بقيس بيه السكر في الدم وأشوف أخباره إيه. في جهاز مرتبط بمضخة، مضخة أنسولين، يعني يقيس السكر والمضخة ويديني تطلع جرعة. أنسولين. في أجهزة بدأوا يحطوها، وإحنا نظبط الألارم اللي إحنا عايزينه على حسب المريض ده، أنا مش عايز سكره ينزل تحت قد إيه، يعني زي ما هنقول جزئية دلوقتي في حاجة اسمها عدم إدراك نقص السكر، وأظبطه عند المعدل. أول ما يوصل الألارم يدي المريض إنذار إن هو ياخد باله إن السكر نزل فيتصرف. في ألارم تاني أول يعني يدي إنذار، فالمضخة تبطل تطلع أنسولين لمدة ساعتين. يعني اول ما يوصل الرقم ده المضخه لوحدها كده اوتوماتيك تروح مبطله. يعني هو اكتر من نوع، يعني يعتبر في نوعين او انواع كتيره نوع بيكون خاص بالجرعه الخاصه بالانسولين وامتى بالظبط. الانسان ياخدها، ونوع هي بيديني احنا عندنا لوب، متوسط او دايره، بيديني عندنا دايره قياس وعلاج. الدايره دي كل ما تبقى مقفوله في جهاز طبعا يبقى احسن جدا، ان انا اقيس بس السكر كل اشوف ما كانت هتبقى بس بالظبط كده. تكلفته اعلى كل تكنولوجي فيها بالتاكيد، ده التقنيه حتى دي. مش بس كده، ده حتى الجهاز اللي بيقيس مع المضخه يقيس ويدي، غير الجهاز اللي بيقيس ويدي انذار. كل طبعا دي تقنياته لسه حاجه طالعه، فبياخدوا ثمنها في الاول، لكن هي مع الوقت ان شاء الله هتقل ان شاء الله. معانا استاذ حسان من السويس. استاذ حسان، ايوه، صباح الخير، اهلا بحضرتك. الله يخليك، اتفضل دكتور، سامح حضرتك. صباح النور حضرتك، ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضل، انا سامع حضرتك، اتفضل. حضرتك يا دكتور، كان جالي السكر من فتره قريبه، شفاك الله. وباخد له ديماكرون. اتفضل، سامعني حضرتك؟ انا سامعك، اتفضل حضرتك. حضرتك بس كمل. تبعد عن التلفزيون او توطيه خالص عشان تعرف تتواصل معانا. ماشي حاضر، تمام كده حضرتك؟ انا سامعك، اتفضل. فانا عندي جان السكر من فتره قريبه يعني، وباخد ديماكرون اللي هو الحديث دوت. ماشي ماشي. وباخد معاه اللي هو الجلوباكون ده، مش عارف ولا اسمه ماشي ايه ده. خلاص ماشي، وصلت ماشي، عشان هم بيتضايقوا من الاسماء. فانا عايز اعرف بس راي حضرتك، هو انت اخر تحليل يعني على يا حاج يا حاج حسان، انت اخر تحليل ليك كام؟ اخر تحليل سكر من قيمة حوالي 3 أسابيع كده. كان كام الصايم وكام الفطر؟ لا كنت محلل في الأرزخانة. كام يعني؟ يعني حللت كان عشوائي كام؟ كان 150. ده كان قبل الأكل، قبل الغداء مثلا، يعني بعد الأكل ولا قبل الأكل؟ لا كان قبل العشاء كده. قبل العشاء كده. طيب ماشي ماشي. أنت أنت سؤالك إيه؟ عايز تسأل عن إيه؟ يعني هل هو بيأثر على نماذج الجهاز التناسلي؟ حاضر يا جماعة، حاضر. الله يخليك، شفاك الله، الله يخليك، شفاك الله، الله يخليك، اتفضل يا دكتور. ماشي يا استاذ، تفضل. بص يا حاج حسن، انت الاول سكرك لسه سكر حديث، وارقامك كويسه 150. تاثير السكر على الحاله الجديده اللي انت عايز تسال عليه مباشره، يعني ما فيش حياء في العلم ولا في الدين، انت عايز تسال على تاثير الحاله الجنسيه. الموضوع ده في جزء كبير نفسي، ان معتقد عند الناس ان طالما حصل سكر فبتحصل اعراض. دي اعراض زي ما احنا بنقول، في اعراض على الاوعيه الدمويه الدقيقه، واعراض على الاوعيه الدمويه الكبيره شويه. الكلام ده كله بيحصل بعد سنين من السكر، لو انت سكرك منضبط، لو وبعد سنين من امتى؟ لو السكر مش منضبط، لكن لو السكر منضبط وماشي كويس ان شاء الله ما فيش حاجه من الاعراض دي بتحصل. ولو حصلت دلوقتي يبقى جزء كبير فيها نفسي، عشان انت بتسمع من ده ومن ده، لكن انت سكرك كويس ولسه سكر حديث، فان شاء الله ما تشيل الموضوع ده من دماغك وتمارس حياتك بطريقه طبيعيه، ما فيش اي مشكله ان شاء الله. طيب يا دكتور، هرجع من حضرتك، احنا كنا بنتكلم عن الاسباب الظاهريه وخدنا